اسمعوني يا أطفال، هيا تعالوا. هذه البندورة
ذات الحجم حمراء وملمسها ناعم. نبحث عن ما يميزها، لونها وطعمها. تنمو البطاطا تحت الأرض، انظر قل لي ماذا ترى؟ إنها خشنة. ما ألذها. خضروات الخريف صغيرة، نسقيها لتنمو بسرعة، وهي أيضا ستغذينا. وفاكهة الخريف رائعة، فاكهة الخريف رائعة. حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. هيا بنا يا أطفال لندخل المنزل. اليوم معا سوف نفرح، سنلعب ونمرح، سنلعب مع الديناصور. لكن ليس هنالك إلا واحد. إن لعبنا معا سنكون أكثر سعادة. حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. اليوم معا سوف نفرح، سنلعب ونمرح، سنرسم باللون الأزرق. يا إلهي ليس هنالك إلا واحد. إن لعبنا معا سنفرح أكثر. حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. حين نلعب معا نكون أكثر سعادة. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، انطلاق. حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، في قربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت وكا. قطار خبير. قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، بقربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت كويكا كويكا تشكا تشكا.
قطار مثير. قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات لقرب سكة لتسهيل الحركة. يصدر صوت كويكا كويكا شكا شكا توت توت كأنه يطير. قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات بقرب سكة لتسهيل الحركة. يصدر صوت كويكا كويكا شكا شكا توت توت. قطار يسير. قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات بقرب سكة لتسهيل الحركة. يصدر صوت كويكا كويكا تشاكا تشاكا توت توت. يصدر صوت كويكا كويكا تشاكا تشاكا توت توت. قطار خبير. ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. أبي معنا يسلينا أراد اليوم إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. أمي معنا تسلينا كانت تريد إسعادنا. ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. والدانا يسلياننا أرادا اليوم إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. أبي معنا يسلينا أراد اليوم إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. أمي معنا تسلينا كانت تريد إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. لعبتهم لا تسلينا لكنهم أرادوا إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. لقد اصطدنا ولعبنا وكان جميلا نهارنا. بذور التفاح تجلب التفاح منها صفراء حمراء خضراء. نقطفها نغسلها نجمعها كم نحب التفاح. تفاحة تلو الأخرى تفاحة تفاحة نعم.
10 تفاحات سنملأ الصندوقات بالتفاحات. بذور التفاح تجلب التفاح، منها صفراء حمراء خضراء، نقطفها نغسلها نجمعها. كم نحب التفاح. سنقطف التفاح من على الشجرة، تفاحة تلو الأخرى. تفاحة تفاحتان 10 تفاحات سنملأ الصندوق بالتفاحات. بذور التفاح تجلب التفاح، منها صفراء حمراء خضراء، نقطفها نغسلها نجمعها. كم نحب. لعبتنا يا أطفال هي القفز على الحبال. لنقفز ما ما معا، لنقفز ما ما معا. كن قويا اقفز عاليا، كن قويا واقفز عاليا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة.
أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد. عزيزتي حاولي مرة أخرى. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي، صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي. سأحاول. واحد. حاولي مرة أخرى. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي، صوت في داخلي يقول لي سوف تفعلي. لنقفز ما ما معا، لنقفز ما ما معا. كن قويا، اقفز عاليا، كن قويا واقفز عاليا. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد. حاولي مرة أخرى. أنا أستطيع فعلها. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لنقفز ما ما معا، لنقفز ما ما معا. كن قويا، اقفز عاليا، كن قويا واقفز عاليا. احنا في ثواب. عم عم عم
الفأر 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 يحبها، واحد اثنان ثلاثة يكاد أن يلتهمها. عم 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 أنا أيضا أحبها، يم 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 أكلتها كلها. بروكلي بروكلي غداؤك هذا اليوم، الصحن لك وليس هذا الصحن لي. مفيد يا أمي لصحتنا، يم 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 ما ألذ طعامنا. تيدي تيدي سيأكلها الآن، واحد اثنان ثلاثة سينهي الصحن في ثوان. عم 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 أنا أيضا جوعان، يم 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 أنهيت صحني في ثوان. قارورة فارغة من الماء، أين سأرميها؟
معدنية ضعها هنا، إنها معدنية ضعها هنا، إنها معدنية ضعها هنا لنفرز القمامة. إناء فارغ زجاجي، أين وعاؤه الأساسي؟ إناء فارغ زجاجي، قل لي أين سأرميه؟ إنه زجاجي إذن ضعه هنا، إنه زجاجي إذن ضعه هنا، إنه زجاجي إذن ضعه هنا لنفرز القمامة. ها قد أنهيت تفاحتي وقد امتلأت معدتي، ها قد أنهيت تفاحتي، أين سأرميها؟ بقايا الطعام لا ترمى هنا، بقايا الطعام لا ترمى هنا، بقايا الطعام لا ترمى هنا، هذا مكانها. فرزنا اليوم كل قمامة، سنحافظ دوما على السلامة. فرزنا اليوم كل قمامة والآن مع السلامة. تشتهي البيتزا؟ هل تريد صنع البيتزا؟ أجل يميا. سنرقق العجين، نقذفه للأعلى أعلى. البيتزا شهية لذيذة يميا. سنحضر الكوب، نقطع البيتزا شهية لذيذة يمية. نضع عليها الخلطة وندهن ندهن. البيتزا شهية لذيذة يمية. سنضع الخضر فوقها فوقها. البيتزا شهية لذيذة يمية. نضعها في الفرن وننتظر ننتظر. البيتزا شهية لذيذة يمية. هل تحب البيتزا وتشتهي البيتزا؟ هل تريد صنع البيتزا؟ أجل يمية. صوف أسود صوف جميل.
كلبي
قوي. كلبي الجميل أين هو؟ كلبي كلبي اللطيف أين هو؟ كلبي أرجوك لا تختبئ عني، أذنان جميلتان وذيل قوي. كلبي الجميل أين هو؟ لطيف أين هو؟ كلبي أرجوك لا تختبئ عني، أذنان جميلتان وذيل طويل. كلبي الجميل أين هو؟ كلبي كلبي اللطيف أين هو؟ لا تختبئ عني، أذناني جميلتان وذيل طويل. كلبي الجميل أين هو؟ يتباهى الأرنب دوما لأنه سريع، لأنه سريع. يتباهى الأرنب دوما لأنه سريع، لأنه سريع. يضحك بصوت عال بأصدقائه غير مبال، تصرفاته تبعده عن الجميع، عن الجميع. جاءت يومها السلحفاة لتتحدى، جاءت يومها السلحفاة لتتحدى، سخر وضحك بصوت عال بمشاعرها غير مبال، أصرت حينها أكثر أن تتحدى. بطيء سريع بطيء سريع، سأفوز اليوم وأفاجئ الجميع. عدوا للثلاثة يا رفاق، من سيفوز في نهاية السباق؟ في اليوم التالي جاء جميع الأصدقاء، أصدقاء. في اليوم التالي جاء جميع الأصدقاء، أصدقاء. تهيأوا قبل بدء السباق، وركضوا بعد قول انطلاق. تستمر السلحفاة لا لن تستاق، لن تستاق. السلحفاة تحاول قطع الطريق، السلحفاة تحاول قطع الطريق. سيصل الأرنب للمضمار متأكداً من الانتصار، السلحفاة تحاول قطع الطريق. بطيء سريع بطيء سريع، سأفوز اليوم وأفاجئ الجميع. عدوا للثلاثة يا رفاق، من سيفوز في نهاية السباق؟ يتباهى الأرنب دوماً لأنه سريع، لأنه سريع. يتباهى الأرنب دوماً لأنه سريع، لأنه سريع. من خلف الآن يلقي نظرة ليأكل جزرة تحت الشجرة، فلديه وقت لا مشكلة أن يضيع. السلحفاة تحاول قطع الطريق، السلحفاة تحاول قطع الطريق. يشخر بصوت عال للسباق غير مبال، السلحفاة تحاول قطع الطريق. بطيء سريع بطيء سريع، سأفوز اليوم وأفاجئ الجميع. عدوا للثلاثة يا رفاق، من سيفوز في نهاية السباق؟ ستصل السلحفاة لنهاية الطريق، نهاية الطريق. تعلو جميع الأصوات والتصفيق، والتصفيق. أفاق الأرنب من منامه، تحطمت جميع أحلامه إن وصلت إلى نهاية الطريق، نهاية الطريق. No!
كيف سأعبر لك عن مدى حبي؟ كيف سأعبر لك عما يهتم به قلبي؟ هنالك ألف طريقة للتعبير عن الحب، هنالك ألف طريقة ليبدو ما في القلب. لنستمع إلى موسيقى عزفتها النبضات ونتشارك معا أجمل اللحظات. كيف سأعبر لك عن مدى حبي؟ كيف سأعبر لك عما يهتم به قلبي؟ هنالك ألف طريقة للتعبير عن الحب، هنالك ألف طريقة ليبدو ما في القلب. لنستمع إلى موسيقى عزفتها النبضات ونتشارك معا أجمل اللحظات. كيف سأعبر لكم عن مدى حبي؟ كيف سأعبر لكم عن ما يهتم به قلبي؟ هنالك ألف طريقة للتعبير عن الحب، هنالك ألف طريقة ليبدو ما في القلب. لنستمع إلى موسيقى عزفتها النبضات ونتشارك معا أجمل اللحظات. كيف سأعبر لكم عن مدى حبي؟ كيف سأعبر لكم عن ما يهتم به قلبي؟ هنالك ألف طريقة للتعبير عن الحب، هنالك ألف طريقة ليبدو ما في القلب. لنستمع إلى موسيقى عزفتها النبضات ونتشارك معا أجمل اللحظات. ونتشارك معا أجمل اللحظات. صغير العنكبوت لا يرضى الانهزام، لا يعرف القنوط ويأبى الاستسلام. يحاول مصمما ليبلغ المرام وينسج الخيوط ليبقى في سلام. لم تثنه الصعاب وعلمنا العطر، من همه المعالي فليحذر النجر. قد أفلح من حاول ونال من صبر. وحيد
تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. دخلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو؟ لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو؟ لا تدع الحيوانات تقفز على السرير. اثنان حيوانات يقفزان معا على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو؟ لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. واحد حيوان واحد يقفز على السرير، سقط وضرب رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو؟ لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. ليس هناك حيوانات تقفز على السرير، نام الأولاد بوقت قصير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو؟ ليس هناك حيوانات تقفز على السرير. من فوق الجدران كل الجنود وكل الفرسان لم يرجعوه كما كان. الجنود وكل الفرسان لم يرجعوه كما كان.